السؤال الأول في المسابقة العلمية في الماتش قبل النهائي هنبدأ بيه دلوقتي. السؤال الأول لمدرسة الشقر الإعدادية في القليوبية بيقول: قال تعالى: يا بني أقم الصلاة، اذكر نوع المنادى، مضاف الإجابة رقم ألف، شبيه مضاف، نكرة مقصودة، نكرة غير مقصودة. معاكو أربع اختيارات، 30 ثانية والوقت بدأ. الإجابة رقم ألف، مضاف. جاوبتي بسرعة يا نغم، مفكرتيش وكان لسه معاكي وقت. فكرت فيها. فكرتي انتي بس ولا كلكم فكرتوا؟ لا كلنا فكرنا. ولحقتوا كلكم تتشاوروا تطلعوا بالقرار ده؟ عشان السؤال سهل. عارفينه؟ عارفينه. هو يمكن سهل بالنسبة لك ويكون صعب بالنسبة لحد تاني. وفي كتير قوي قعدوا في نفس المكان وقالوا السؤال سهل واستهتروا وجاوبوا بسرعة وطلعت الإجابة غلط وطلع السؤال فيه تكة. مش كده بسألك للمرة التانية، متأكدة من الإجابة؟ أيوة. بصيتي لزمايلك، في حد عنده رأي تاني؟ أول خمس درجات في المسابقة، بس أنا حاسة إنك قلقانة. أكيد لازم أبقى قلقانة. تضحكي بس قلقانة برضه عشان الماتش قبل النهائي وعشان انت كابتن الفريق وعليكي مسؤوليه كبيره. القرار اللي بتاخديه بيحسم مصير فرقتك ومدرستك ومحافظتك في الماتش قبل النهائي. وعايزه اقول لكم الفكره في السؤال الاول، يعني هو لسه في بعده كتير، لسه في درجات بس بتترتب عليه حاجات كتير، يا بيريحنا ويدينا كده انطلاقه شويه ثقه في بقيه الاسئله أو بيدخلنا كده وإحنا مش مطمنين وخسرانين درجات. بس في حالتك الإجابة صحيحة. نروح للسؤال الثاني مع زهرات العلا في اسكندرية. السؤال بيقول: لا تهملن المذاكرة، إعراب تهملن، فعل مضارع مبني على، الفتح في محل النصب، السكون في محل الجزم، السكون في محل الفتح أو الفتح في محل الجزم. 30 ثانية والوقت بدأ. البنات بيتشاوروا في زهرات العلا عايزين يجيبوا هم كمان خمس درجات توصلهم للتعادل مع الشقر، لكن هنشوف إجابتهم هتبقى صح ولا غلط ونهاية التشاور ده إيه. الوقت خلص يا شهد، اديني إجابتك. شهد الوقت خلص، إجابتك هي فتح في محل جزم. شهد إجابتك الفتح في محل جزم. جماعية ولا إجابتك أنت بس؟ كلنا اتشاورتوا في السؤال ده كتير، كان في آراء مختلفة والآخر ثانية كنت بتسألي زميلتك شهد. كان رأيك ايه يا شهد؟ نفس الرأي برضه. أول سؤال في العربي بخمس درجات، هم أخدوا خمس درجات وانتوا كمان اخدتوا خمس درجات.